بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، عشاق علم الباراسيتولوجي، بفكركم كده. احنا كنا درسنا ايه مع بعض في الباراسيتولوجي؟ لو تفتكروا احنا كنا درسنا مع بعض البروتوزوا، وعرفنا ان البروتوزوا دي بتبقى عبارة عن كائنات أحادية الخلية، وخدنا في البروتوزوا دي حاجات قسمناها على اساس الموفمنت. عرفنا ان في حاجات بتمشي بأقدام كاذبة، وخدنا فيها الانتاميبا هيستولاتيكا لو تفتكروا، كانت عيلة اسمها الساركودينا. خدنا كمان ان في حاجات بتمشي بالسيليا او بالاهداب، كان اسمها السيليوفورا اللي خدنا فيها بلانتيديوم كولاي. خدنا فيها كمان الحاجات اللي بتمشي بالفلاجيلا، وكان اسمها الفلاجيلاتا، وعرفنا ان الفلاجيلاتا دي نوعين، يا اما انتستاينال او فاجينال فلاجيلاتا، يا اما بلاد اند تيشو فلاجيلاتا. خدنا في الانتستاينال او الفاجينال، خدنا الانتستاينال فلاجيلاتا اللي كان فيها الجارديا لامليا، وخدنا الفاجينال فلاجيلاتا اللي خدنا فيه ترايكوموناس فاجيناليس، وخدنا بقى في البلاد اند تيشو خدنا التريبانوسوما اللي خدنا فيه منها نوعين اتنين، التريبانوسوما بروسي والتريبانوسوما بروسي جامبيانز والتريبانوسوما بروسي روديزيانز، ودول اللي كانوا بيعملوا الافريكان او السليبنج سيكنس، وخدنا التريبانوسوما كروزي اللي كانت بتعمل الامريكان او الشاجاز ايه ديزيز، او اسمها الامريكان تريبانوسوميزيس. وبعدين دخلنا على الليشمانيا، وعرفنا ان احنا عندنا ليشمانيا تروبيكال وليشمانيا دونوفاني وليشمانيا برازيلنسيس، وخدنا الثلاث انواع وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. بعد كده دخلنا على السبوروزوا، عيلة السبوروزوا اللي ما كانش عندها اي لوكوموتري اورجانيل، وخدنا فيها كائنين اتنين، البلازموديوم الملاريا، وخدنا كمان التوكسوبلازما جوندياي. ده كده كانت عيلة البروتوزوا اللي هي الكائنات الأولية. بعد كده دخلنا على الهلمنسس أو الديدان، وقلنا إن الهلمنسس دي لو تفتكروا في منها نوعين، يا إما بلاتي هلمنسس اللي هي الديدان المفلطحة، يا إما راوند هلمنسس أو السايلندريكال هلمنسس. خدنا البلاتي هلمنسس لو تفتكروا خدنا فيها اتنين، اللي هي الديدان المفلطحة خدنا فيها اتنين، التريماتود والسيستود، اللي هي الديدان الشريطية والمثقبات. وعرفنا ان مثلا عملنا، لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الثلاث انواع، نفتكر كده كنت بقول ان بالنسبة للتريماتود كانت بتبقى شكلها ليف لايك، عاملة كده زي الفاشيولا اللي احنا كنا درسناها مع بعض، ومش سيجمنتد، ولكن السيستود كان بيبقى عندها راس، والراس دي كان بيبقى موجود، كنا بنسميها السكولكس، وكان بيبقى موجود فيها الاربعة سكرز لو نفتكر، وكان عندها نك او رقبه، وكان عندها الاستروبيل اللي هو الجسم بتاعها. اذا هي متقسمه، وكانت متقسمه الى بروجلوتد او سيجمنت، حتت متقطعه اهي، كل حته من دي كانت بتبقى هيرمافرودايت، يعني الذكر والانثى بيبقى موجود فيها، الزائده اللي عامله زي الصباع ده كنا بنسميها الروستيلم، وكان بيبقى موجود فيها ساعات الهوكس، بيبقى موجود فيها ساعات الايه الهوكس. يبقى دي طبعا كانت فلات لايك شكل الورقة، إنما دي ريبون لايك شكل الشريط، دي مش متقسمة إنما دي متقسمة زي ما احنا شايفين كده. دي كانت بتتميز بوجود الأورال سكر والفنترال سكر لو تفتكروا، وساعات كان بيبقى عندها الجينيتال سكر زي ما خدنا في الهيتروفيس هيتروفيس، وكان الدايجستيف سيستم بتاعها بيبقى انكمبليت، لأن كان بيبقى بيبدأ بفتحة فم بس ما فيش فتحة إيه شرج، وكان بيبقى متقسم الى اتنين حاجه اسمهم السيكا لو نفتكر، اتنين ايه سيكا. هنا ما كانش عندها دايجستيف سيستم اصلا، وكانت بتبقى محاطه بنسيج اسمه التيجمنت اللي كانت بتقدر تعمل ابزوربشن او بتمتص منه الغذاء بتاعها. هنا كانت بتبقى هيرمافرودايت ما عدا الشيستوسوما الوحيده اللي كانت بتبقى يوني سيكشوال فيهم، انما دي كانت على طول هيرما ايه هيرمافرودايت. وخدنا هنا امثله كتيره بقى، خدنا الفاشيولا جايجانتيكا والفاشيولا هيباتيكا، وخدنا الهيتروفيس هيتروفيس. اما التينيا فكنا خدنا فيها التينيا ساجيناتا والتينيا سوليام وهيميلوبس نانا ودايفيلوبوثريام لاتام. هبدا بقى اكلمكم النهارده عن النيماتود. لو مسكنا بقى الديدان الاسطوانيه دي، هنلاقي برضو ان الديدان الاسطوانيه دي يا جماعه متقسمه الى نوعين، نوع بيعيش في التيشو فبنسميها التيشو نيماتود، ونوع بيعيش في الانتستين فبنسميها انتستاينال ايه نيماتود. الحاجه المميزه في النيماتود اولا انها برضو نون سيجمنتد، مش متقسمه اهي، بتبقى متغطيه بحاجه اسمها كيوتيكل، بتبقى متغطيه بحاجه اسمها ايه
كيوتيكل دايما سيباريت سكس، يعني الذكر لوحده والانثى لوحدها. دي يا جماعه لو جيت اعمل فيها مقطع بالعرض كده هلاقي انها نوع من انواع السيولوماتا. السيولوماتا يعني ايه؟ يعني في سيولم. يعني ايه في سيولم؟ برضو يعني موجود تجويف في الجسم من جوه. ولكن اللي فاتوا دول كانوا اسيلوماتا اللي هي السيستود او التريماتود، كنا بنقول عليهم اسيلوماتا عشان ما فيش فيهم تجويف في الجسم اللي احنا قلنا عليه ده. لو جينا نشوف بقى يا جماعه النيماتود كمان هلاقي ان احنا قلنا انها سيباريت اي 6. لو تفتكروا معايا انا كنت قلت ان التريماتود كلها بتبقى هيرمافرودايت ما عدا الشيستوسوما، السيستود كلها كانت بتبقى هيرمافرودايت، اما النيماتود بتبقى سيباريت 6. وعاده الذكر بيبقى اصغر بكتير من الانثى وبيبقى عنده شوكه في الاخر، بنسمي الشوكه دي سبيكيول، بنسمي الشوكه دي ايه؟ سبيكيول. اما الانثى بيبقى حجمها ايه؟ بيبقى حجمها اكبر بكتير جدا من الذكر. تعالوا نشوف الكلام ده. بقول يا جماعه ان النيماتود او الراوند وورم هلاقي ان انا عندي انواع بتعيش في التشوز وانواع بتعيش في الانتستين. اللي بتعيش في الانتستين دي يا جماعه بتتنقل طبعا في نوعين منها، في نوع بيتنقل بالفيكال اورال روت يعني عن طريق الاكل الملوث، وفي نوع تاني بيتنقل عن طريق اختراق القدم، هنتكلم عن النوع ده دلوقتي. اما التشو نيماتود دي بتعيش زي ما قلنا في الانتستين، في حاجات منها بتعيش في السمول انتستين وفي حاجات بتعيش في اللارج انتستين. يعني تعالوا كده نشوف اهو، الاسكاريس لامباركويتس دي بتعيش في اللارج في السمول انتستين، الانكلستوما دودينال في السمول انتستين ودي اسمها الهوك وورم، الانتيروبيس فيرميكولاريس بقى في اللارج ايه انتستين، هي والترايكورا ستيرايكورا الاثنين دول اللي بيبقوا عايشين في اللارج ايه انتستين. يبقى نخلي بالنا ان كل الانتستاينال نيماتود بتعيش في السمول انتستين ما عدا مين؟ ما عدا الترايكورا ستيرايكورا، دي بتعيش في اللارج انتستين، والانتيروبيس فيرميكولاريس بتعيش في اللارج انتستين. اما بقى اللي بيعيشوا في التشوز دول يا جماعه، ففي حاجات بتعيش سب كيوتينوس يعني تحت الجلد، وفي حاجات بتعيش في الليمف فيزلز او في الـ 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 الاوعيه الايه الليمفاويه. فهناخد منها الفوشريريا بانكروفتي، البروجيا مالاي، الدراكنكيولاس ميدينيسيس، الوالوا، الانكوسيركا فولفيولاس. هناخد دي مقارنه مهمه جدا جدا ما بين الانتستاينال نيماتود والتيشو نيماتود. قلنا الانتستاينال نيماتود دي بيبقى شكلها سايلندريكال او اسطواني الشكل، دي بتبقى ثريد لايك يعني شكل الخيط وورم. دي بلاقي انها بتعيش في اللارج او السمول انتستين. قلنا مين الاثنين اللي بيعيشوا في اللارج لازم نبقى حافظينهم كويس، او الانتيروبيس فيرميكولاريس والترايكورا سترايكورا، اما الباقي كله بيعيش في السمول انتستين. هنا بلاق بتعيش في الليمف فيزلز في العقد الليمفاويه او في الجلد او في السب كيوتينوس ايه تيشوز. دي اعرف ازاي الدايجنوزس بتاعها، بلاقي البويضه المميزه بتاعتها بتبقى بارزه او طالعه في الاستول، انما هنا بلاقي شكل الثريد لايك وورم او المايكروفيلاريا ماشيه في البلاد اهو، مايكروفيلاريا ان بلاد او في التيشوز. المايكروفيلاريا دي يا جماعه بتبقى دوده صغيره جدا وشكل الايه شكل الخيط كده بلاقيها في الدم. هنا مش محتاجه فيكتور لنقلها، انما هنا محتاجه فيكتور لنقلها، وعاده بيبقى حشره عشان واحده من الارثروبود او من الايه المفصليات عشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها. يبقى دي مقارنه مهمه جدا ما بين الانتستاينال نيماتود والتيشو نيماتود. زي برضو مين برضو يا جماعه لو تفتكروا اما خدنا الفلاجيلاتا، كان في انتستاينال فلاجيلاتا وفاجينال فلاجيلاتا. الفاجينال فلاجيلاتا كان بيتنقل بالفينيريال او بالسكس زي ما قلنا او السكشوال كونتاكت، ولكن الانتستاينال كان بيتنقل بالفيكال اورا روت وما كانش محتاج فيكتور. اما التيشو فلاجيلاتا اللي هي كانت الليشمانيا والتريبانوسوما كانوا عايزين فيكتور. لو تفتكروا الليشمانيا كانت عايزه الساند فلاي، اما التريبانوسوما كان في نوعين، واحده بتتنقل ترايتوما باج والثانيه بتتنقل بالتسيتسي فلاي. تعالوا ناخد الانتستاينال نيماتود. الانتستاينال نيماتود بقى يا جماعه احنا قلنا هندرس فيهم الاسكاريس لامباركويتس، هندرس الانكريستوما دودينال او دي بنسميها الهوك وورم، وهندرس الانتيروبياس فيرميكولاريس اللي كانت بتعيش في اللارج انتستين، هندرس الاسترونجيلويد ستيركوراليس، هندرس الترايكينيلا سبايراليس، هندرس الترايكورا سترايكورا. وخلي بالكم ان الترايكورا سترايكوريا دي اللي هي اللارج بتعيش في اللارج انتستين هي والانتيروبياس فيرميكولاريس. لو جينا نشوف الصفات العامه بتاعتها، اولا هي بتبقى سيمتريكال بايلاترالي سيمتريكال، يعني النص اللي فوق اهي يعني لو قسمتها نصين كده هلاقي ان النصين ايه متساويين، النص ده شكل النص ده. بتبقى راوند مدوره
ما بعمل فيها تي اس زي ما قلت لكم، بلاقي انها مدوره، وزي ما قلنا موجود فيها السويلم، السويلم اللي هو التجويف بتاع الدوده، بتبقى ان سيجمنتد طبعا. ولكن لو نفتكر كده التريماتود كانت برضو بتبقى ان سيجمنتد وكانت بتبقى ليف لايك، ولكن السيستود اللي كانت بتبقى سيجمنتد بيبقى عندها راس ونيك واستروبيل. تمام، بتبقى elongated ودايما tapered end. بصوا بتبقى طويلة وليها نهاية مدببة، طويلة وليها نهاية ايه مدببة. حجمها بيتراوح من 1 مليمتر الى 1 متر. بتبقى عندها muscles بتخليها تتحرك حركة ويب لايك، عاملة زي الكرباج بتتحرك يا جماعة، بتقعد تعمل فليك، يعني ايه بتقعد تعمل كده، دودة دودة بتتحرك حركة ايه دودية. عندها complete digestive system. خلي بالكوا بقى، احنا خدنا ان التريماتود كان عندها incomplete digestive system زي الفشيولة، و السيستود ما كانش عندها digestive system اصلا، انما دي بقى عندها complete digestive system. يعني ايه complete digestive system يا دكتور؟ يعني بتبدأ بفتحة فم وبتنتهي بفتحة انس. عندها separate sex زي ما قلنا، separate sex يعني كل واحد لوحده، الذكر لوحده والانثى لوحدها. ولكن مثلا في التريماتود كانت بتبقى هيرمافرودايت، يعني الذكر والانثى مع بعض، ما عدا الشستوسوما بس هي اللي كانت بتبقى يوني سيكشوال. وبرضه بالنسبه للسيستود كانت بتبقى كل سيجمنت، كل حته، كل بروجلوتد كان بيبقى موجود فيها ذكر وايه وانثى. ولو نفتكر كده كان عدد التيستس بيبقى كتير، بيوصل لحوالي 500 ايه تيست. هنا يا جماعه بتتطور بحاجه اسمها الموتلينج، اللي مولتنج اللي هو الانسلاخ، بتتطور عن طريق حاجه اسمها الايه المولتنج او الانسلاخ. يعني ايه؟ يعني هي بتبقى متغطيه زي ما قلنا بطبقه كيوتيكل وهي حجمها صغير كده، تبدا زي التعابين تسلخ طبقه الكيوتيكل دي وتعمل طبقه كيوتيكل ايه جديده عشان هي حجمها ايه كبر. فهي بنقول عليها المولتنج، المولتنج او الانسلاخ، اهو شيدنج كيوتيكل، يعني بتقطع الكيوتيكل اللي عليها من ايه من بره. اللايف سايكل بتاعت الانتستاينال، هنتكلم عن الانتستاينال نيماتود. قلت لكم ان في نوعين اتنين من اللايف سايكل، واحده عايشه في السمول انتستن او في اللارج انتستن، البويضه بتاعتها بتطلع، في حاجات بتبقى البويضه بتاعتها ماتشور يعني ناضجه مره واحده، فتقوم جايه زي البين وورم او الدوده الدبوسيه اللي هي الانتيروبياس فيرميكولاريس، الانسان يعمل لنفسه اوتو انفكشن. ودي يا جماعه عاده بتيجي بنلاقيها موجوده تحت الضوافر بتاعت الاطفال، وبتتبلع يعمل لنفسه اوتو انفكشن، وبتعمل برضه فاميلي انفكشن، بتعمل فاميلي انفكشن. كنا خدنا واحد برضه من البروتوزوا بيعمل فاميلي انفكشن، يا رب تبقوا فاكرينه وراجعوه ودوروا عليه. فالبين وورم او الدوده الدبوسيه بتعيش في اللارج انتستين، البويضه بتخرج في الاستول. وعايز اقول لكم بقى ان البويضه مش بتخرج في الاستول ولا حاجه، لا ده الانثى بتطلع من فتحه الشرج مساء، ترمي البويضات بتاعتها حوالين فتحه الايه؟ فتحه الشرج. وعشان كده الطفل هنلاقيه بيعاني من هرش شديد جدا، البويضه تيجي تحت الضوافر بتاعته ويروح ياكل، يعمل لنفسه اوتو انفكشن. ده بالنسبه للبين وورم او للدوده الدبوسيه. بالنسبه للويب وورم اللي هي الترايكوراس ترايكورا اللي احنا قلنا انها عايشه برضو في اللارج انتستين، البويضه بتاعه البين وورم يا جماعه بيبقى اسمها بلانو كونفكس، بلانو كونفكس لانها بتبقى اسيمتريك وبيبقى موجود جواها جنين كامل، بنقول عليها بلانو كونفكس. اما البويضه بتاعه الويب وورم بقول عليها بلاجد، بيبقى ليها زي غطايين كده، بيبقى شكلها بارل وبتبقى ايه بلاجد، ليها اتنين بلاج. ده بالنسبة للترايكوراس ايه ترايكورا. البويضة بتاعتها برضو بتخرج في السويل تتطور، هي بتبقى في الاول مش متطورة، بتتحول للصورة المتطورة وبعدين بتدخل برضو بالفيكال اورال روت. دول اللي كانوا عايشين فين؟ في اللارج انتستن. اوعوا تنسوا البين وورم اللي هي الانتيروبياس فيرميكولاريس، والويب وورم اللي هي ترايكوراس ترايكورا. اما اللي عايشين بقى في السمول انتستن زي الاسكاريس، برضو هتطلع البويضة بتاعتها، البويضة بتاعتها بنسميها ماميليتد. ليه؟ بيبقى عليها طبقة كده يا جماعة كورتيكويد، اهي طبقة كورتكس، وبتبقى برضو خارجة في الاول اماتيور، وبتاخد حوالي 4 اسابيع في التربة قبل ما تتحول للصورة الماتيور اللي بيبقى موجود جواها اللارفا، وبعدين بتدخل بالفيكال اورا روت. بس دي بقى يا جماعة مش بتنزل على طول، دي بتعمل جيرني او بتعمل رحلة داخل جسم الانسان، رحلة بقى كده بتوصل بيها للرئة، ومن الرئه تنزل من الابيجلوتس او من لسان المزمار تنزل تعيش في السمول انتستين. اما بقى الهوك وورم او اللي هي الانكلستوما دوجينال، اللي هي الانكلستوما ايه دوجينال،
وكائن كمان اسمه الاسترونجيلويد ستيركوراليس. فالاتنين دول تعالوا بس نشوف الاول بالنسبه للهوك وورم. الهوك وورم البويضه بتاعتها بتبقى فور سيلد، يعني بيبقى موجود فيها اربع خلايا كده، ادي خليه، ادي الخليه الثانيه، ادي الخليه الثالثه، ادي الخليه الايه الرابعه. وبعدين بتخرج في الاستول بتاع الانسان، وبعدين بتفقس او بتنفجر في السويل وبتطلع حاجه اسمها ال رابيديتي فورم لارفا، وبعدين الفيلاري فورم لارفا، وبعدين اللارفا تخترق القدم بتاع الايه الانسان، وتعمل رحله برضو داخل جسم الايه الانسان، ومنه للرئه، ومن الرئه تنزل في الايه في الانتستين. نفس الكلام الاسترونجولايد ستيركوراليس، بس الاسترونجولايدز اللي بيخرج اللارفا نفسها في الايه الاستول، وبعدين تتطور بيبقى اسمها زي ما قلنا رابيديتي فورم لارفا، وبعدين بعد كده تتحول للفيلاري فورم لارفا اللي تخترق القدم بتاعت الايه الانسان، وتعمل برضو نفس الرحله وتوصل للرئه وتنزل من لسان المزمار تنزل على الانتستين. نقول تاني الحته دي عشان دي مهمه جدا، دي تقريبا تجميعه لللايف سايكل بتاع كل الانتستاينال ايه نيماتود. ناخد اول واحده اللي هي مين، اللي هي الدوده البين وورم او الدوده الدبوسيه اللي هي اسمها الانتيروبياس فيرميكولاريس. نشوف كده الانتيروبياس فيرميكولاريس، هي يا جماعه البين وورم اتفقت معاكم انها بتعيش في اللارج انتستين، البويضه بتاعتها بتخرج في البراز، البويضه بتاعتها بيبقى اسمها بلانو كونفكس. نخلي بالنا يا جماعه من الكلام اللي انا بقوله ده، عشان الكلام ده هنعيده دلوقتي تاني فتبقوا خلاص فهمتوه. بلانو كونفكس بيبقى جواها جنين كامل، بس بتبقى بلانو كونفكس، يعني النص اللي فوق ده مش قد النص اللي ايه اللي تحت. بلاقي انها بتبقى خارجه موجود فيها البويضه، قلت لكم ان الانثى بتخرج من فتحه الشرج مساء وترمي البويضات بتاعتها، وعشان كده بتخلي يحصل هرش شديد في منطقه الانس او يبقى في بريورايتس، وبعدين بعد كده الانسان يعمل لنفسه اوتو انفكشن او الطفل يعمل لنفسه اوتو انفكشن، وعشان كده هي برضو فاميلي انفكشن. وبعدين الذكر والانثى بيعيشوا في اللارج انتستين، دي سهله جدا جدا، وممكن برضو تتنقل بالفيكال اورا روت، ان الولد البويضه موجوده تحت ضوافره وهو قاعد بياكل مع العيله، البويضات دي تنزل في الاكل بتاع العيله، فالعيله كلها بتصاب، وعشان كده انا سميتها فاميلي انفكشن. بقول لكم برجعوا كده للبروتوزوا، شوفوا كان عندنا فاميلي واحد بيعمل فاميلي انفكشن، يا ريت تقولوا لي هو مين. بالنسبه للترايكورا، سترايكورا قلنا ان هي بتعيش برضو في اللارج انتستين، وبلاقي ان البويضه بتاعتها بيبقى اسمها بلاجد، بلاجد يبقى ليها غطايين كده، وبتبقى خارجه في صوره اماتشور، وعشان كده ما بيحصلش اوتو انفكشن، ما بيعملش لنفسه اوتو انفكشن. ليه؟ لان البويضه لازم تتطور فتره في السويل عشان يبقى موجود جواها الامبريو او اللارفا، وبتدخل بالفيكال اورا روت وبتنزل تعيش في اللارج ايه انتستين. الاسكاريس، الاسكاريس دي بتعيش في السمول انتستين، البويضه بتاعتها بتبقى خارجه بنقول عليها ماميليتد، او بيبقى عليها كورتيكويد طبقه كده عامله كده اهو، بتبقى خارجه اماتشور، وبتاخد حوالي اربع اسابيع في السويل، وعشان كده برضو ما بيحصلش اوتو انفكشن، ما بيحصلش اوتو انفكشن، بتاخد حوالي اربع اسابيع في السويل عقبال ما بيطلع منها او بتبقى ماتشور ايج اللي بتتنقل برضو. بس هنا بقى يا جماعه بتتنقل ان الواحد بياكل البويضه، وبعدين اللارفا اللي فيها دي تخرج وتعمل جيرني او تعمل رحله داخل جسم الايه الانسان، وبتوصل في الاخر للرئه، ومن الرئه تقوم جايه نازله من خلال لسان المزمار، وهشرح لكم اللايف سايكل بتاعتها كمان شويه، وتبدا تعيش في من خلال لسان المزمار من التراكيه من القصبه الهوائيه، تقوم جايه معديه من خلال لسان المزمار تنزل تاني في الجهاز الهضمي وتعيش في السمول انتستين. اما الهوك وورم او الانكلوستوما ديودينال، دي بتعيش يا جماعه في السمول انتستين برضو، وبتطلع البويضه بتاعتها اللي بيبقى شكلها فور سيلد زي ما قلت لكم، اربع ايه اربع خلايا كده، وبعدين برضو بتتطور في السويل وبتنفجر وبيطلع منها لارفا اسمها الفيلاري فورم لارفا، في الاول بتبقى رابيديتي فورم لارفا، وبعدين بتبقى فيلاري فورم ايه لارفا، وبعدين تخترق القدم وتعمل رحله وتوصل للرئه، ومن الرئه برضو للقصبه الهوائيه، ومن القصبه الهوائيه للسان المزمار، ومن لسان المزمار تنزل على الانتستين. الاسترونجيلويدز بقى بيميزوا ان البويضه بتاعته اصلا بتفقس وهي في الانتستين، وبتطلع على طول اللارفا، اللارفا اللي بيبقى اسمها رابيديتي فورم لارفا، وبعدين تتحول للفيلاري فورم لارفا، وبعدين تخترق القدم وتمشي بنفس الطريقه. وعشان كده قلنا ان اللايف سايكل بتاعتها نوعين اهو، الجنرال لايف سايكل بتاعت الانتستاينال نيماتود نوعين، تايب A وتايب B. تايب A دي اللي احنا عارفينها يا جماعه، اللي بتيجي بالفيكال اورال ايه روت او الاكل الملوث، البويضه او البويضه اللي كلها
اللارفا هتنفجر اهو وتدخل في الانتستين على طول، وبعدين تطلع البويضة. ممكن البويضة تبقى ماتشور على طول او تبقى ايه ماتشور، فتاخد شوية وقت في الانفايرومنت او في البيئة عقبال ما تطلع الايه الايج اللي هي الماتشور اللي الواحد ايه ياكلها. وده بيحصل في مين؟ ده بيحصل في الاسكاريس لامباركويد، وفي الترايكورس ترايكورا، وفي الانتيروبياس فيرميكولاريس. طبعا لو لاحظنا الاسكاريس لامباركويدز كانت البويضات بتاعتها بتبقى خارجه مش كامله، فبتقعد 4 اسابيع في التربه. الترايكورس ترايكورا نفس الكلام، البويضه بتاعتها كانت مش كامله وعشان كده كانت بتاخد فتره في من الوقت في التربه عقبال ما تتطور. اما الانتيروبياس فيرميكولاريس فكانت البويضه بتاعتها بتبقى خارجه ماتشور، وعشان كده كان ممكن يحصل اوتو انفكشن، يحصل اوتو انفكشن. اما الانكلستوما ديودينال والترايكينيلا سبايراليس فدول بقى يا جماعه البويضه بتاعتهم بتخرج في الاستول اهو، وبعدين بتنفجر وتطلع لارفا. اللارفا الاولانيه دي اسمها رابيديتي فورم لارفا، وبعدين تبقى الفيلاري فورم لارفا. الفيلاري فورم لارفا تخترق القدم وتعمل رحله زي ما قلنا مايجريت، بتهاجر جوه جسم الايه الانسان، ومنه بقى للرئه، بتمشي في الدم، ومن الدم للرئه، ومن الدم للقلب، ومن القلب للرئه، ومن الرئه للسان المضمار، من التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، ومن القصبه الهوائيه تنط من خلال لسان المضمار وتنزل في الانتستين وتتطور وتبقى الدوده الذكر والانثى، فيخصبوا بعض ويطلعوا بويضه جديده وهكذا. وهي دي الانكلستوما ايه ديودينال اللي هي الهوك وورم او الدوده الخطافيه، والترايكينيلا سبايراليس. بس الترايكينيلا سبايراليس بقى كمان يا جماعه بتعيش في الانتستين وكمان بتعيش في التيشوز. الترايكينيلا سبايراليس بتعيش في الانتستين وبتعيش في التيشوز، نخلي بالنا من دي، ان الترايكينيلا سبايراليس هي النيماتود الوحيده اللي بقول عليها انها انتستاينال اند تيشو نيماتود. تعالوا ناخد اول واحده اللي هي الاسكاريس لامباركويدز. الاسكاريس لامباركويدز يا جماعه لو جينا نشوف بقى كده، طب انا عايز اشوف اللايف سايكل بتاعتها الاول، هشرحها لكم بعدين اجي اقراها من هنا. ادي اللايف سايكل يا جماعه بتاع الاسكاريس لامباركويدز. لو جينا نشوف اللايف سايكل بتاع الاسكاريس لامباركويدز اهو، ادي الذكر والانثى عايشين مع بعض في السمول انتستين. كلام جميل جدا. هبص الاقي ان هما بيطلعوا البويضه بتاعتهم اللي انا قلت لكم انها بتبقى ماميليتد، شايفين عليها كورتكس كده من بره، وبتبقى طبعا مش كامله، فيرتلايزد ايج خارجه في الفيسس او في البراز، بتاخد فتره في التربه اهو عقبال ما تتطور ويبقى موجود فيها الرابيديتي فورم لارفا او تبقى ايه الصوره الفعاله. بتعمل الانسلاخ الاولاني في التربه اهو عشان تتحول من اللي هي الصوره البويضه اللي هي مش كامله الى الصوره الكامله، وطبعا ده في الاكسترنال انفايرومنت، وعشان كده قلت لكم ما بيحصلش اوتو انفكشن، ما يقدرش يصيب نفسه بنفسه. وبعدين شوفوا بقى هي بتعمل كام انسلاخ. الانسلاخ الاولاني بيبقى في التربه عشان يبقى موجود جواها الانفكتيف اي لارفا او السكند ستيج اي لارفا. دي بقى يا جماعه لو حد خدها اهو انجستد، يعني لو كلتها، لان هي بتتنقل عن طريق فيكال اورال روت، هتنفجر اهو في الانتستين ويطلع منها اللارفا. اللارفا تخترق الانتستاينال وول، خدت بالكم، تخترق الانتستاينال وول وتمشي في السيركيوليشن. شفنا بتعمل رحله اهي بقى، تمشي في السيركيوليشن وتروح للقلب، ومن القلب تروح للرئه. هناك في الرئه بقى تعمل الانسلاخ الثاني والثالث، تعمل الانسلاخ الثاني والايه والثالث، وبعدين تطلع على القصبه الهوائيه، وبعدين تقوم جايه راحه على الفارنكس وراحه للسان المضمار، فالواحد يقوم جاي سوالود يبلعها، تكون نزلت في الانتستين، تنزل تعمل الانسلاخ الرابع، تكون بقت ذكر وايه وانثى. الذكر يخصب، شوفوا الذكر يا جماعه اهو عنده سبيكيول، عنده شوكه، بيبقى حجمه اصغر من الايه من الانثى زي ما اتفقت معاكم. هتبدا الذكر يخصب الانثى، نقولها بقى تاني، هيطلع البويضه، البويضه بتبقى فيرتلايزد، هتقعد في التربه فتره، تعمل الانسلاخ الاولاني، تتحول من الصوره النون انفكتيف الى الصوره الانفكتيف. لو الواحد كل اكل ملوث موجود فيه الاسكاريس، هتنفجر الاسكاريس دي وتطلع اللارفا، اللارفا تخترق الانتستاينال وول وتمشي في السيركيوليشن، تروح من الدم للقلب ومن القلب للرئه. هناك في الرئه تنسلخ الانسلاخ الثاني والثالث، انا قلت لكم انها بتتكاثر او بتتطور عن طريق حاجه اسمها المولتنج او الانسلاخ. تنسلخ الانسلاخ الثاني والثالث ده في القصبه الهوائيه، وبعدين بعد كده تقوم جايه راحه على الفارنكس، ومن الفارنكس اللي هو البلعوم، وبعدين من البلعوم على لسان المزمار، ومن لسان المزمار تتبلع، تعمل الانسلاخ الرابع. مهم قوي، هي بتنسلخ كام مره؟ بتنسلخ 4 مرات، مره في التربه عشان تتطور، ومرتين اتنين في الرئه
ادي كده 3 مرات، والمره الرابعه بتبقى في الانتستين تكون اتحولت الى الذكر والانثى. ساعات بيطلع يا جماعه بويضه بتبقى نون فيرتلايزد او انفيرتايل، غير مخالة انها بتبقى جرانيولار وحجمها طويل شويه. شوفوا بقول ايه الحاجات المميزه اللي فيها. الاسكاريس لامبركويتس بلاقي انها نوع من انواع الراوند وورم، ماميليتد ايج، فهمنا يعني ايه بقى كلمه ماميليتد ايج؟ اللي هي موجود عليها الكورتكس اللي انا لسه قايل لكم عليها دي من بره. بيبقى بتتميز بقى بحاجه مهمه قوي يا جماعه، ان الفم بتاعها موجود فيه 3 لبس، موجود فيه 3 ايه؟ 3 لبس. الكلام ده مهم جدا اهو. الماوس بتاعها موجود فيه برود دورسال و2 سب فنترال لبس، انا ما يهمنيش اعرفه، بس ان هي فيها 3 لبس او 3 ايه؟ شفايف تقدر تمسك بيهم في الانتستين. هي اكبر هيومن انتستاينال نيماتود، اكبر هيومن انتستاينال نيماتود. شوفوا بقى يا جماعه الانديفلوبد ايج بتاع الاسكاريس بتتحول الى ديفلوبد انفكتيف ايج في التربه في خلال 2 ويكس، في خلال اسبوعين اتنين. بتنسلخ 4 مرات، مره في التربه عشان تتحول للديفلوبد ايج، مرتين في الرئه، والمره الرابعه بتبقى في الايه؟ في الانتستين عشان تتحول الى الذكر والانثى. مش مهمه دي، المهم ان احنا عندنا البويضه يا اما بتبقى فيرتلايزد وبيبقى موجود جواها عليها ماميليتد لاير، والانفرتايل بتبقى اطول وجرانيولار منقطه. اما الديكورتيكيتد يا جماعه اللي هي بتبقى طويله كده بس ما عليهاش الماميليتد لاير، خلي بالكم دي كانت طويله كده منقطه ومعليها الماميليتد ايه لاير، انما دي كانت بتبقى موجود فيها بويضه اهو مش جرانيولار وبتبقى عليها الماميليتد ايه؟ عليها الماميليتد لاير. هنشوف بقى، انا كده شرحت لكم اللايف سايكل، نشوف الورق بتاعكم بقى. اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تذاكروا اللايف سايكل من هنا، وتعرفوا لي هي بتنسلخ كم مره، وتعرفوا لي كمان انها اكبر انتستاينال نيماتود، وتعرفوا لي كمان انها عندها 3 ليبس او 3 ايه؟ 3 شفايف. وعرفنا يعني ايه كلمه ماميليتد لاير. نشوف بقى الاسكاريس لامباركويتس بقى من الورق هنا، اسمها الراوند وورم. الانفكتيف ستيج طبعا كانت البويضه اللي هي بتبقى ماتشور لو تفتكروا، اللي هي الامبريونيتد ايج اللي خدت اسبوعين اتنين في التربه عقبال ما اتطورت. طريقه الانتقال زي ما احنا شفنا كانت اورال فيكال روت عن طريق الاكل الملوث او المياه الملوثه. مكان الاصابه هي بتعيش فين؟ بتعيش في السمول انتستين. المرض اللي بتعمله طبعا اكيد بتعمل مرض اسمه الاسكارييزس، بتعمل مرض اسمه الاسكارييزس. ايه اعراضه بقى؟ هنلاقي يا جماعه طبعا ان هي عايشه في الانتستين، فبتعمل ابدومينال بين، وبتعمل ويت لوس وجع في المعده وفقد للوزن، وحاسس دايما ان الديستنتد ابدومين يعني عنده انتفاخ باستمرار. ممكن تقفل كمان البيلياري تراكت او القناه المراريه. في الرئه بقى يا جماعه زي ما احنا قلنا بتعمل انفلاميشن، وبيبقى فيه كحه، وبيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه ارتفاع في درجه الايه؟ الحراره. اهو بيبقى فيه pulmonary symptoms، الكلمه اللي مش باينه دي pulmonary ايه؟ symptoms، pulmonary symptoms. طيب ادي البويضه الدايجنوزس بتاعها، ان احنا نلاقي البويضه المميزه بتاعتها اللي احنا قلنا انها بتبقى بويضه مدوره كده، وبيبقى عليها الماميليتد ايه؟ عليها الماميليتد لاير. ولو هي fertilized بنلاقي ان موجود جواها اوفم واحده كده غير متطوره، اما لو كانت انفيرتلايزد فبلاقي انها جرانيولار او محببه كده، وبيبقى موجود عليها برضو الماميليتد لاير. قلت لكم ان ساعات بتبقى في واحده ديكورتيكيتد بتبقى طويله كده وموجود جواها البويضه، او ممكن تبقى محببه بس ما عليهاش طبقه الماميليتد ايه لاير. فالدايجنوزس او الدايجنوستيك ستيج بتاعتها ان احنا نعرف نلاقي اللي ناخد عينه ستول، هنلاقي ان موجود فيها الايج المميزه بتاعتها اللي بيبقى فيها كورتيكويد وبتبقى بيضاويه الايه شكل. وفهمت يعني ايه كلمه كورتيكويد؟ اللي هي الماميليتد لاير. الكورتيكويد دي اللي هي الماميليتد لاير، اللي هي الطبقه اللي موجوده بره دي. العلاج بدي البندازول او ثايابندازول او ميبندازول. بدي البندازول او ثايابندازول او ميبندازول. كده يا جماعه احنا خلصنا اول واحده اللي هي الانتيروب، اللي هي قصدي الاسكاريس لامباركويتس. الاسكاريس لامباركويتس اللي بتعمل مرض اسمه الاسكارييزس. تعالوا بقى اوريكم، بنقول اهو اثناء اللارفا مايجريشن وهي عماله بتهاجر في جسم الانسان، ببص الاقي انها في حمى، في راش، في برونكيال اريتيشن، الرئه تعبانه زي ما قلت لكم، في بالمونري سيمتومز، وفي كحه كف. اما بقى وهي عايشه في الادلت وهي عايشه في الانتستين بيبقى في فقد للشهيه، ممكن تعمل ابندسايتس يعني تدخل في الزائده الدوديه،
تعمل بريتونايتس، التهاب في الغشاء البريتوني، تعمل حساسيه، وقلنا كمان انها ممكن تقفل البيلياري ايه تراكت. العلاج زي ما قلنا بدي الميبندازول او بدي الثايابندازول او الالبندازول. قلت لكم بقى قولوا لي هنا كده المرض اسمه اسكاريزيس، الانفكتيف ستيج كانت عباره عن الامبريونيتد ايج، اما الدايجنوستيك ستيج ان انا الاقي الايج اللي موجوده في الاستول. اكمل معاكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.